هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من 1,184,000 شخص، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو 1,149,000 شخص. هذا وقد تلقى الجرعات المنشطة من التطعيم أكثر من 498,000 شخصاً.